السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن وصول تفسير الأحلام، والعنوان الحلقة رؤية تبين رجوع الإسلام غريبا ونهاية الفتنة بين الشيعة والسنة على يد المهدي وبداية الخلافة الإسلامية. هذه جتني على صفحتي، صفحة الحكمة في تفسير الأحلام وتأويلها من الكتاب والسنة، قبل تقريبا يومين ثلاثة. الراعي اللي شاف الرؤية قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت في المنام أني واقف أمام الكعبة الشريفة وأنا أنظر إلى علوها، وكانت الشمس مشرقة وكانت محيطة بالتراب كما كانت في القديم، يعني ليست كما هي حاليا. بعد ذلك رأيت ثلاثة أحصنة كبيرة جدا وفوقها رجال ملثمين، واحد منهم يرفع سيفه عاليا ويقول للآخرين، يعني الآخرين عني، يعني الرأي، اقتلوها إنها من أهل البيت، يعني الرأي من أهل البيت، انتهت، جزاكم الله خير. شو عبرت الرؤية أحباب الله؟ قلت: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تدل الرؤية على أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وسوف يرتفع قدر المسلمين وتزيد عزتهم، وأن الثلاثة هم دعاة هدى، والذي رفع السيف هو المهدي. السيف يدل على إيش؟ كلمة الحق، لسان، يعني لسان المهدي هو كلمة الحق. وقول الأخرين عن الرأي اقتلوها فإنها من آل البيت، أي اقتلوا فتنة حب آل البيت اللي موجود عند الشيعة، ومن أحق بالإمامة بين الشيعة والسنة، وأنه سيزيلها وتتوحد الصفوف على يدين المهدي عليه السلام وتكون الخلافة، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.